اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي ديوانيه شعراء النبط. اعزائي المشاهدين، هذه الاغنيه الوطنيه. بعد هذه الأغنية الوطنية أعزائي المشاهدين، نرحب بالأخوة الشعراء ونقول حياكم الله. الله يحييكم. ضيوفنا اليوم وأعزاء علينا. الله يحييكم. أبو عبد الرحمن. هلا فيك. سعد الملا. حيا هلا يا مرحبا. شاعر ومن خيرة الشعراء. ما عليكم زود. الله يحفظك. إحنا اليوم نبي نبدأ في أخونا وليد الشاعر وليد ذيب الشمري. بعد إذنك، لأن عنده وطنية. لا أبد على الرأس، هذا ولد ذيب. ولد ذيب. ونعم، إي والله ونعم، يستاهل. والوطنية دائما تكون. تفضل. زاد فضلك. أقول حب العقيدة والوطن عند الإنسان فطري، وفيها التضحيات المجيدة ياتي بترتيب الضماي والأذهان. حب الوطن من بعد حب العقيدة. سلام. حب العقيدة والوطن عند الإنسان فطري، وفيها التضحيات المجيدة ياتي بترتيب الضمائر والأذهان. حب الوطن من بعد حب العقيدة. يا كويت يا شمس العطاء، فوق الأوطان نورك شمل حتى الديار البعيدة.
سرتي بحكمه العزايم والإيمان عبر السنين الماضية والجديدة، وجود قصر السيف من قصر دسمان وهذا التسلسل للقصور المشيدة، وجود قصر السيف من قصر دسمان وهذا التسلسل للقصور المشيدة، سرتي بعزم الشيخ نواف الإحسان والشيخ مشعل بالمواقف عضيدة، قومي بقطف المجد من كل بستان واستكملي نهج الحياة السعيدة في ظل أمير الناصب العدل ميزان والشعب في صفه مثل ما يريده، في ظل أمير ناصب العدل ميزان والشعب في صفه مثل ما يريده، الشعب من كل الطوائف والألوان ميزانهم واحد على راحة يده، وأمانة المنصب على وجه الأتقان فيها تدرج والتجارب مفيدة، أتقن فنون الحكم في كل ميدان في خط حكام البلاد الرشيدة، أتقن فنون الحكم في كل ميدان في خط حكام البلاد الرشيدة، وريث من صب القواعد والأركان لأهل السياسة في مدارك فريدة، صباح الأحمد عالي القدر والشان اللي من الحكمة تعلى رصيدة تستقبل أفكاره شعوب وبلدان حتى قيادات الشعوب العنيدة، وعلى شهادة ما تعادل بالأثمان حصل عليها بالفعول الحميدة. صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك، ابدعت يا غالي. الله يحفظك. والوطن له شيء كثير. اي نعم، شانه شان عظيم. الله يحفظك. ابو عبد الرحمن، هلا فيك طالع. نرجع لك ونبيك تسمعنا وتسمع الاخوه المشاهدين. ابشر. حياك الله. يقول صب لي فنجان لو ما به قدوع، ينجي لي عمسن براسي ويهدي، والله اني لي مواقيف بتوع لكن اموري ما صارت في يدي، حاجة الله صار معنها رجوع والزمن حاديك للحاجة حدي، أدري إن صاحب الحاجة خضوع ويلعن الله حاجة عند الردي، أدري إن صاحب الحاجة خضوع ويلعن الله حاجة عند الردي، لو بها مجناب لو أموت جوع، لكن البلشة إذا ما تنفدي شارب بأسبابها سم النقوع، وصابر يومي وفكر في غدي، وعارف النفسي ولي بالعرف بوع، ولو غدلت تثير يمكن ما غدي، لكن المقسوم يلقلب الجزوع ما يجنب عنك وياتيك عدي، لو حسبت حسابها قبل الوقوع صار جمعك نقص ما هو أزودي، وانعكس مجرى شعيبك للفروع، ولو تبيها تجتدي ما تجتدي، يلقلوب السالمة من الوجوع، اشكري رب سدالت واحمدي، والله اني في عطا ربي قنوع، اطلب الله وارتجي منهم ددي، معتني برزاق خلقه كل نوع ورازق لي ما بجسم امه ثدي. وسلامتكم. صح لسانك، صح لسانك، سبحانه جل شانه. خالد ناصر السبيعي. نعم طالبك. حياك الله. أبقاك الله يا أبو فهد. سعداء بوجودك. وإحنا كذلك نفداك. الله يحفظك. من يقول؟ شو اخترت الإخوان المشاهدين؟ والله اللي تبون، أن بغته وطنية موجودة، أن بغته قصايد ثانية موجودة. قل وطنية. وطنية ما عندك مشكلة. الوطن حقه علينا كبير. استاهل أكيد أكيد. وقد ما نقول ما نوفي. نعم صحيح صحيح. نعم تفضل. يقول حنا بخير ودارنا كلها خير، ما دام أبو فيصل زعيم القيادة، نواف عز الدار لا هامن الغير، الحاكم اللي يعتلي بالسيادة، المدح يزهى سيدي دون تقصير، ساد وتسيد كل سيد وساده، ومشعل ولي العهد قاد الطوابير، دون الوطن بالعز يقدح زناده، زناده والعز يا شعب الكويت المناعير، إن المواطن مخلصنا للقيادة، دار غلاها فاق كل التعابير، ويا حي من يعشق ويغلي بلاده، يا بردها لو حرها صالي الكير ما غيرها يعوضنا في براده. سلام. يا بردها لو حرها صالي الكير ما غيرها يعوضنا في براده، عاشوا بها الأجداد وقت المعاسير، بين البحر والبر شافوا نكاده، واليوم حنا في رخاء في تيسير، الحمد لله والشكر في زيادة، نبني جسور ونبني أبراج ونطير بين الدول، خذنا مكان الرياده، نمشي ونقطف من زهور النواوير، زرع الوفا والطيب، نجني
حصادهم الا حسب للدار حب وتقدير، عساه ما يهنى بروح السعاده من حولنا راح تطحن للمقادير، حنا بمن ومدين العباده حنا بخير ودارنا كلها خير ما دام اخو مريم زعيم القياده وسلامتك. صح حسانك يا خالد. صح ابنك ابو راس خالد منصور القعبوبي. سم طرام حياك الله. الله يبقيك طول عمرك. شو اخترت لنا اليوم يا خالد؟ والله ابشر. تفضل. اقول من يسر عيوبي عسى الله يجازيه. عني بخير ويسر الله عيوبه. ومدور الزله عسى الله يهديه مسموح دامه ما درى عن ذنوبه يمكن ضميره بعد بده يصحيه ويصحى من الغفله وتطرق هبوبه من لا حسب الحساب شرهت بنيخيه. من لا حسب الحساب شرهت بنيخيه لا يعترض وجيه ولا شم توبه والحق واضح والرياجيل تعطيه والحق واضح والرياجيل تعطيه واللي يعرف الحق يعرف دروبه والشعر اللي ما يهذب قوة فيه سوات من شال الحجر فيه جيوبه يتعب على الفاضي وتكثر دوديه وتضحك عليها أهل النفوس اللعوبة والعقل نعمة والرجل من بديه وغلطة كبيرة العقل منهم حسوبة ونطلب الله كل ليلها وناجيه ستره وعفوه وآخر العمر توبة. سلام سلام. صح لسانك. صح لسانك. ركان يا مرحبا بك. احنا متعتنا في حلقات سابقة والمرة إن شاء الله أنك جعل عمرك طويل تمتعنا بعد. أبشر بالسعد. الله يحفظك. هذه طبعا الأبيات للشاعر ترك الميزاني المسي عليه بالخير اللي يقول الله ولا الهاجس اللي ما يريحني أسهر عيوني وعناني وعنيته أحاول أخفي من الحزن يفضحني متمركز بالحشا كأن الحشا بيته يا اللي يتعاتب غموضي لا توضحني ما باقي بالخوف وقال لا تناهيته أصافح الهم قبل أن يصافحني وأحب خشمة وردد بالخفا ليته ليته قبل لا تزل خطايا انصحني ولا يريح خفوقي من عفاريته والغالي اللي عليه الشوق ذابحني أقفى به الوقت ما جاني ولا جيته يا سيد الغيد قبل أقول لك بحني بخبرك عن كلام عنك خفيته تدري وش أكبر خطايا الله يسامحني قفايتي عنك وانت اللي تمنيته وهذا هو اللي معذبني وجارحني أقول بنساه وأنا ما تناسيته أقول بنساه وأنا ما تناسيته وسلامتكم. يا سلام ما شاء الله. صح لسانك. صح ولسان الشاعر تركي الميزاني أو تركي الفين الشهير بتركي الفين. الله الله مسي عليه و... وصح لسانك أنت وياه. صح بدينك. أحسنت يا ركان. فايز سعد العنزي. نعم حياك الله. حياك الله. شو محضرنا يا فايز اليوم؟ كل خير إن شاء الله. تفضل. أقول يا كثرهم بالهرج ربع وحبايب ويا قلهم لا جات حزت سندهم السلام. يا كثر ما عود لي الظن خايب بل لي تعشهم واخلفوا في وعدهم هذه الحياة أشكال فيها وعجايب وحلوة الليالي ما يشابه نكدهم نشوف في بعض الأوادم غرايب مو شوف عيني وبس ربي شهدهم أغراب يعدونك من أقرب قرايب وقراب يعادونك لو أنك ولدهم أصحابي مرونك ذا الحال طايب
وإذا انتكس حالك تلاقي جحدهم. والحمد للباري كريم الوهاي اللي رفع سبع بلي عمدهم عزيز عن طرد المقفين تايب وأهل الكبر بالذات ما بغي مردهم واللي بعدوا من دون عذر وسبايب يعلها خيرة وربي بعدهم رع الوفاء نفقده لا صار غايب ولا الردي ولا اش محد الفقدهم سلام الطيب ما يعرف شباب وشايب بعض الحمايل طيبهم في وغدهم سلام وصيت له مدح بعض الصحايب إذا زعلوا ذموك للي نشدهم بس الرجال اللي تحل الصعايب هم سعد عيني والله إني سعدهم كفو ربع الحشيمة ولا تحب الطلايب لكن لا صار الطلايب تجدهم عديت صدقاني في يوم النوايب لغاية الوسطى وخلص عددهم سلام ما لوم أنا حظي ولا الوقت عايب العيب في ناس رداهم قردهم سلام عداك العيب شاعر الله يسلمك احسنت الله يعزك بارك الله فيك يا محمد والدي سعداء بوجودك الله يسلمك الله يحفظك احنا نبي لغز ومن عنده لغز منكم اليوم خالد شن عندك لغز والله عندي لغز جديد تفضل يقول يا ويش عذرنا غيرت راعيه كيف حلت مكان الرجل بنت الخواجه تمام في صوتها خجلها لا تجذب الضيف عكس الولد للضيف يطرب حجاجه اعيد اللغز أيوة. يا ويش عذرا غيرت راعيه كيف حلت مكان الرجل بنت الخواجه في صوتها خجلها ولا تجذب الضيف عكس الولد للضيف يطرب حجاجه سلام صح لسانك صح من اللي يقول عندي حله والله ما ادري كان ما هي طحان تلقى هوا صح لسانك يا سلام عليك احسد اجل بس يمر علينا وبعدين خلنا العود اخر شيء ما حلنا خلي شايبنا هو الرادار يا ما شاء الله زين في بس شنو الولد اللي شنو الولد اللي هو النجر اي النجر ايه ايه والبنت اللي هي الطحانه الطحانه والنجر انا قال لي عبد الرحمن بس انا ببالي نعم نعم اللي اجاب الطحانه عرف النجر نعم زين وليد عندك لغز الله الله عندي لغز الوالد الله يحفظه يمسي عليه بالخير الله يسلمك يا رب يقول رجلا كثيرات العلوم يحفظها ومن ضمنها علم الفلك والقصيدي سوالفه ما تختلط مع بعضها والشيخ والحاكم يناديه سيدي رجلا كثيرات العلوم يحفظها ومن ضمنها علم الفلك والقصيدي سوالفه ما تختلط مع بعضها والشيخ والحاكم يناديه سيدي ما يصير ما يصير انا والله كنت ابغى كنت بقول الراوي لكن يقول الفلك الراوي ما يعرف في الفلك لا اكيد حله منه فيه لكنه ما نتعدى على رادارنا نبي شايبنا شنو اذا حله ولا لا 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 خلي الشايب اخر شيء خلنا خلنا نشوف يمكن في احد يحله الشايب انا اقول يبي يحله ابو عبد الرحمن يبي يحله ما عليك لأنه حل مثل ما قال خالد حل في نعم حل في باطنه نعم أي صحيح هذا حل اللغز عزر مثل خله يعيدها بس يلا عيد بصراحة رجلا كثيرات العلوم يحفظها ومن ضمنها علم الفلك والقصيدي سوالفه ما تختلط مع بعضها والشيخ والحاكم يناديه سيدي صحيح سيدي يا سلام سيدي الغرصة حق الكمبيوتر نعم سيدي المعلومات اي نعم سيدي المعلومات احسنت 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 صحبي طيب يا ابو عبد الرحمن هلا فيك بنرجع لك مره ثانيه وش محضر ان انت كل ما يجي منك زين يا ابو عبد الرحمن ما عليكم زود الله يحفظك اسلم يقول الناس بموالها ما تقبل الخشره خشره ومن طاب ولا تردى كل نوشانه يا مدور الطيب راع الطيبة إشرة وتجارتك رابحة ما هي بخسرانة الطيب أشره عليه وهو علي يشره وبادله بالوفاء واذكر له أحسانه بالطيب ما في شيء أطيب من البشرة بشاشة الوجه ساس الطيب واركانه سلام بالطيب ما في شيء أطيب من البشرة بشاشة الوجه ساس الطيب واركانه بشاشة الوجه شيء يطيب من الكشرة ومعبس الوجه لك الشرب نيبانه يشين بعض البشر يا ناس يا قشرة من غير شينه عليه اخلاق تعبانه ما عاد تنفع به الملحة ولا العشرة ولو تفعل الطيب ما فكك من لسانه يدخل لجل حاجته
بين العصا وقشرة، يدخل لها لو بين المشط وأسنانه، وأنواع الأطباع بين الناس منتشرة. سبحان من وزع الأخلاق سبحانه، كم واحد إلا حضر فصل لك النشرة. لا جاك ورخى لسانه واطلق عنانه، يا دبل سبدي وصدري منه يا حشرة. لقام يرجد علوم ما لها خانة، خيوط عقله لو إن تشوفهن عشرة، الصاحي واحد وتسع خيوط خربانة. سلامتكم. صح لسانك يا أبو عبد الرحمن، صح لسانك. أحسن خالد ناصر السبيعي. سم طبعا. حياك الله. أبقاك الله. سمعنا شو محضرنا اليوم. والله أختار لكم بر الوالدين، الوالدين حقهم علانة كبير. أي أيوة والله سنت. أيه. خير ما اختر. اللهم آمين. الله يرزقنا برهم جميعا يا رب. تقول يا الله يا المعبود عفوك يا رب العالمي، تعفو وتصفح عن اللي طالب منك النجاح، والخطأ وارد وحنا ترانا مسلمين، لو نخطي نطلب الله ونسجد في رضاه. بعدها يا المستمع خذ معي درنا ثمي، درة تستوقف العقل وتشد انتباه، يستفيد اللي تمعن وله عقلنا فطين، ولا استفاد اللي مع الوقت ضايع في عماه. طاعة الله مكسبك ثم بر الوالدي، كان ودك بالمكاسب وودك بالغناة، دينهم يبقى بذمتك وانت اللي مدين، ومن تعثر جاه رده من عياله اقضاه، واعتبر واخذ العبر من علوم الأولين، النسب قصر ركونه تنومس من بناه، والولد لا طاب قاله وخواله طيبين، والكلام اللي نقوله تناقلها الرواه، وانت رده قال ولا خواله خايبين، شيء ثابت واعتبر قولنا مثل الوصاه، والوصايا ذمة المؤمنين الصالحين، نعطي وناخذ من الطيبين لآخر منتهاه، دام ربي يعلم الخافي اللي ما يبين، نسأل سبحانه اللي ما يخيب رجاء من رجاه. والختام أقول لجل سيد المرسلين الصلاة على النبي، كان ودك في ذراه. سلامتك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صح لسانك. في القصيدة المشهورة اللي هي ابن الذيب، ابن الذيب اللي يقول الولد من طاب طيبة بالخوالة بالخوالة يسال قبل الوالدين. الوالدين. الله الله. أنا قلتها ما أقول شيء ثابت واعتبر قولي مثل الوصاة، والوصايا ذمة المؤمنين، نعطي وناخذ من الطيبة إلى أن أقول فيها، والكلام اللي نقوله تناقلها الرواة. ما قصدي ابن الذيب وغيره. نعم نعم صحيح. بس أن خير القصيدة اللي يذكر فيه فيه. نعم نعم. أول شيء في الدين، والشيء ثاني في الأمثال. نعم اللي تحث على الطيب وفعل الخير وحسنت. الكلام بعضه يجذب بعض يا أبو فيصل. نعم. هو من يسمع. فهمت. بعض الأبيات تبقى خالدة في الذاكرة. نعم. ويتمناها كل شاعر ويتمناها كل أديب. نعم نعم. مثل بيت ابن حميد اللي يقول خير منها ركعتين بالأسحار، لا طاب نوم اللي حياته خسارة. ما في شاعر ما يتمنى أنها تكون له. نعم نعم. البيت هذا لو أنه لي أعتبر هنا يكفيني على القصيد كله. أعتزل. نعم. كلام صحيح صحيح. الله يحفظك. خالد. سم. حياك الله. الله يبقيك. أقول يلي تدور من ورانا عذريب. خذ راحتك، وإن شفت لك شيء قوله. وليا لقيت الطيب لا تجحد الطيب، إن كان في راسك وقلبك رجوله، وإن صرت خبلا من جري عن العيب، قلنا خبل وبليس يشعب ذلوله، هم الهذاري لا تودي ولا تجيب، يمشي بها المسكين لا صف قوله، يضرب خرائمها على الشك والريب، ويعيش فيها جو رعى البطولة، عاجز ولا عنده غير على كذيب، فاقد ويبغى شيء مهوب حوله، وده يطاول ناطحين المواجيب، لكن يمين عاجزها ومغلوله، والراي بعض والراي يخطي بعض الاحيان ويصيب، ولاني خليل الله ولاني رسوله، لكن خذيت من الزمانه التجاريب، واخذت لي صوله وجوله وجوله، وعرفت فيها وايش فرق على صاحيب، واخترت فيهم من يشيل الحموله، هل يعده فاللوازم ولا يغيب، ودايم يجمل له تطاره وفعوله، وابعدت عن خوة رديه المجاذيب، اللي يجيب العيد لطبلوا له خبلا على ربعه قريب محاضيب، وفي الطبلونه اللي عزيزوله، والهرجه اللي مالها يا التعريب خمامها يشتالها في حذوله. سلام سلام. صح لسانك. صح لسانك. احسنت. وليد بديت في وطنيه. نعم. ايش عندك؟ عندي رديه بيني بين الوالد.
الله يعافيك. اي والله هو حب ينصحني لكن شويه نصيحته من العيار الثقيل. هي زايده شويه العيار علي وكان ضغطني شويه. هو شاعر من العيار الثقيل. هو شاعر ما عليكم زين. فنصيحته كانت شويه علي ثقيله. اسلم. اي ورديت عليه. يقول الوالد خذ يا وليد التوصيه مستقيمه. عسى الوصايا يبعدن اللوايم. وعسى الرجاء ما ينقطع منك غيمه ليه متى جوك مغبر وغايم. خذ يا وليد التوصية مستقيمة. عسى الوصايا يبعدن اللوايم. وعسى الرجاء ما ينقطع منك غيمه ليه متى جوك مغبر وغايم. اتعب وتصبح لك مكانة وقيمة. صافح بيمناك السعد وانت قايم. وإذا قوى عقلك كسوله ونيمة ترى السعد ما يصلك وانت نايم. سلام. وإذا قوى عقلك كسوله ونيمة ترى السعد ما يصلك وانت نايم. في كل مسعى خل عندك عزيمة وعرف مفاتيح الأمور العزايم. إذا تبي تحيي حياة كريمة اتعب على درب النجاح القوايم. وإذا تبي تحيي حياة البهيمة يجيك رزقك مثل رزق البهايم. اترك مشاريع الهوان العقيمة اللي مبانيها بلي دعايم. ترى الكرم ما هو مجرد وليمة فضائل متنوعات الولايم. المجد يشكر من يحرك نسيمة والشكر من مسشقين النسايم. زاد الغلاء واحرق معاش اليتيمة ما فيه يومي عندي افطار صايم. اما تناصرني بدفع الهزيمة ولا ترى تتلى الهزايم هزايم. تعطلت نصف السلوم القديمة وزالت مفاهيم الصقور الحمايم. والذيب عانى من متاعب جسيمة من عرض ناس وضعها وضع عايم. روس تحت شمس المعالي مقيمة نادر عليها ما تشوف العمايم. سلام. سلام. سلامتكم. رديت عليه وقلت جاتني نصيحة في صياغة شتيمة من شاعر خل النصايح شتايم. مثل الزعيم اللي سكن وسط خيمة ويستنقد اللي يسكنون الغسايم. جاتني نصيحة في صياغة شتيمة من شاعر خل النصايح شتايم. مثل الزعيم اللي سكن وسط خيمة ويستنقد اللي يسكنون الغسايم. النصح يهدى في صياغه وحشيمة وبسلوب تهذيبي وجو ملايم. والعود هذا معتبرني خصيمة ولها قائمة تجمع جميع الغوايم. والعود هذا معتبرني خصيمة ولها قائمة تجمع جميع الغوايم. واللي ينافسها تضيمة يرمى للطيور الحوايم. ترى التشدد له عواقب وخيمة يفتح مشاريع الفتن والنمايم. ما دمت مسلم لك مناهج سليمة مفروض تاخذ بالرخص والعزايم. يا ذيب ندري تضحياتك عظيمة والله عداك الأمور العظايم. وأنا بعد عندي مدارك حكيمة ولا تعشم اللحوم الهلايم. تصرفاتي في شهامة وشيمة وبالطيب وأهل الطيب مغرم وهايم. ولا تحلى بالصفات الذميمة وبليس بلساني لعين رسايم. أقول تحمد الله والسلامة غنيمة الستر يحسب من كبار الغنايم. لو جبت لك في كل شهر جريمة تقعد تطالبني بوقف الجرائم. تحمد الله والسلامة غنيمة الستر يحسب من كبار الغنايم. لو جبت لك في كل شهر جريمة تقعد تطالبني بوقف الجرائم. والفقر ما هو آهة مستديمة يزول ما يبقى مع الناس دايم. ارفع حجاجك يا قوي الشكيمة إذا مفاتيح الأمور العزايم. صح لسانك وصح لسان ذيب الشمل الشاعر الكبير. الله يحفظك واخونا الله يحفظك. كنت شاعر ما عليكم زود ورديت بس عاد دافعت عن الكسالة. الله يحفظك. الله يرحم والديك. ركان يا مرحبا. ركان القحطاني يا مرحبا بك. نبيك تمتعنا. بجيب لكم شويه غزليه على زعل على فراق كلها بشكلها بس اللي يجي منك حلو. وهي للشاعر محمد بن مريبد العازمي مسي عليه بالخير. استح. زعلان مني لا تقول الحطب طاح عاتب على كيفك وريح ضميرك. أخطيت في حقك وعيت لارتاح يا ليتني مخطي مع إنسان غيرك. ما كنت أجيك ونظرة عيونك سلاح ولكن تحس أني من الذنب أسيرك. تضحك وانا قلبي تحت موس جراح. ما ذبحني عنك حدد مصيرك. كنت احسب ايام الغلا كلها فراح الين سلم هندك من جفيرك.
لك خلاني أحسب للخسائر والأرباح وأكتب قصيدي فيك على يثيرك بيحت دمعي لين سد الغلباح حتى قليلك صار عندي كثيرك ماضمي وصالك شوق والشوق ذباح ماضمي وانا دلوي على جالبيرك عامين برقك في سما الواصل ملاح عامين ما داعبت ما اسمع عشيرك ما تدري ان الوصل تجنيد الارواح وليلتقى نوافق مسيري مسيرك ولكنك اللي لبسك شعري وشاح اللي تساقط دونه حظوظ غيرك عامين برقك في سما الواصل ملاح عامين ما داعبت ما اسمع عشيرك ما تدري ان الوصل تجنيد الارواح عامين برقك في سما الواصل ملاح عامين ما داعبت ما اسمع عشيرك ما تدري ان الوصل تجنيد الارواح وليلتقى نوافق مسيري مسيرك ولكنك اللي لبسك شعري وشاح اللي تساقط دونه حظوظ غيرك وليا رجعت بعذر قلنا الحطب طاح عذرك سمين وكثر الله خيرك وسلامتكم الله يعطيك العافية الله يعافيك صح لسانك ولسان الشاعر محمد مريبد صح بدينك أحسنت يا راكان الله يجزاك خير الله يعطيك العافية فايز نعم أنت سمعتنا قصيدة وكل الأخوان ما قصروا وكانت من قصايد الحلوة نعم صح نبي واحدة مثلها نغير المود ناخذكم غزل شوي إيه أقول فاحل وله وتعانى قلبن والهيل فاحل وله وتعانى قلبن والهيل قلط تقهوى في الضلوع وتدلل وقدع سوالف حلوها صفوة الليل وهات القمر لو كان وده يتعلل شبيت لك قلب وعيوني قناديل وفرشت لك روحي عليها تجلل سولف أنا محتاج حكي الهماليل ودي عذوق الشوق منك تبلل لا يخجلك عين المساء وغيرة سهيل وانت الثرية من جبينك تسلل بقابلك وحدي عليك التخايل ذود من أبكار الشعر لك تذلل يا بسمة صدت عبوس المواويل غني على شفاها التعب والتكلل تعبان لك شوق وحنين وتعاليل متأملك وادحم خيال التملل آمنت بك حبا ولا فيه تأويل لو يكفر بغيرك خفوقي محلل في داخلي ذكرك طواف وتباهيل وشواقي الحجاج وقسمك تهلل تعال يا صدق الحكي والتفاصيل واختار من بيض النوايا هو فلل حنا الحقيقة وغيرنا كذبة بريل لا ساوم الهراج فينا ودلل سلام, سلام. صح حسانك صح بدنا حسنت يا أبو سعد حسنت الله يسلمك بارك الله فيك أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم
عدله من عذابي دم كي ثرتي صدي ديني حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد ومع الأخوة الشعراء. الآن نبي منكم يا أبو عبد الرحمن والأخوان الأخوان نبي من كل واحد بيتين، هذه فقرة دائما نحرص عليها. عاد مو شرط الواحد يقول يصير ثلاثة يصير ما عندك مشكلة، ثلاثة أربعة ما في أنت يجوز لك يا أبو هي بيتين ثلاثة أربعة، لكن على قولتهم ما قل ودل، يعني البيتين اللي يوصلون الرسالة سواء لك أو لأي واحد تختارونه، مو شرط أنه يكون، لكن اللي تحس أنه في بالك البيت هذا أو ملامس جرح أو ما يمنع أنك تقول من قصيدك. تفضل يا أبو عبد الرحمن. الله يسلمك. يقول لا وجدت العلم خذ منه اقتباس، وخل غيرك في وجودك يلمسه، اعرف أن العلم تاج فوق راس، البسه من بين ناس تلبسه، لو يضيع المال يبقى العلم اساس، وصح من قال المجالس مدرسه. سلامتك. سلام. صح لسانك، صح لسانك. طبعا انت ويانا ركان، ها ابشر على خير. ايه اختار لك بيتين، ها ثلاثه كيفك. تفضل يا ابو. يقول الصبر حكمه دام للصبر منهاج. سلام. لو ان بعض الناس ما هو عادي، يا كثر ما شفنا ونسمع من ازعاج، هذاك ما يفهم وهذاك غادي، لكن يا باب السمع صك بمزلاج، ومالك ومال الهرج كثر الدوادي، ولا انت وكيل ادم على كل من عاد، ولا دائما لله وكيل العبادي. سلامتك. سبحانه سبحانه. صح لسانك. صح. وليد يقول تحصل على الراحه بتقديم الاتعاب، ما فيه شيء وانت مرتاح ياتيك، ان كان ما جهت في بذل الاسباب ما حد يجيك يحب خشمك ويعطيك. سلام. صح. نعم كلام صحيح. خالد ابشر. تفضل. اقول الفرص ما هي قيمه ولا ملبله قوي، وادري ما به يدين الا يد الله فوقها، والخوي لا صار ما به نفع ما عده خوي، الخوي لا بدي اعرف خوتي وحقوقها، ولا العباده الوجيهة على المناخ الفوضوي، والحياة ما له وجود ولا يشاف بسوقها، وشيمة الرجال مثل العز في وجه بدوي، ما يساوم في معزتها ولا منطوقها. سلام سلام سلام. خالد يعني على مدار الحلقتين اللي طافوا قدمت شيء يمتعني. الله يطول عمرك. الله يحفظك. احنا نتعلم انت والاخوان كلهم. وانا سعيد صراحه. الله يسعدك يطول عمرك. فيكم كلكم صراحه. راكان. ابيات للشاعر سعد بن عميان العجمي اللي يقول ما هي تكفينا مراسيل الارصاد. لحظة لحظة يا ممكن إذا جازت إنك تشيلها يعني ولا تعبناك؟ لا بعد اللي تبين فيه والله حاله. قول يلا تفضل. يقول ما هي تكفينا مراسيل الأرصاد، العلم عند الله ولا فيها غيره، يلا بليل فيه بارقة ورعاد، يا واحد تعطي العطايا الكبيرة على الكويت يلوح برقها وينقاد وينثر سحابها فوق شبه الجزيرة، حتى أن علم الغيث ما منه نشاد، وعلم الحياة يذكر على كل ديرة. سلام. ما بخليك يعني بعد إذنك يعني. لا لبد على خشمي. شوف بخلي بس عشان ما نطوف دور فايز يقول، وبعدين النبي نرجع لك على خشمي ما دام فيها الكويت أسعدتنا وامتعتنا زيادة. أنت ممتع يعني. لا فايز تفضل. أنا عندي بيتين الشاعر عبد الرحمن الشمري ونمسي عليه بالخير. يقول الناس عقلياتها بالملاليم، وداعتك ما عاد للصرف قيمة، شوفي اللي قلت الحبوس المظاليم، وشلون يفهمها غشيم وغشيمة. سلام سلام سلام. صح لسانك. صح بدنك. ركان. أبشر على خشم. ما هي تكفينا مراسيل الأرصاد، العلم عند الله ولا فيه غيره، يالله بليل فيه بارق ورعاد، يا واحد تعطي العطايا الكبيرة، على الكويت يلوح برقه وينقاد، وينثر سحابه فوق شبه الجزيرة،
حتى ان علم الغيث ما منه نشاد، علم الحياه يذكر على كل ديره. وسلامتكم. سلام، صح لسانك واحسنت يا ركان. اعزائي المشاهدين، الى هنا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا هذا الاسبوع. باسمكم اعزائي المشاهدين نشكر الاخوه الشعراء، تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقه محمد فلاح العدواني. ما عدي له من عذابي يزول كي يثرب في صدري.